بمجرد انتهاء الامتحانات الفصلية وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي، تبدأ المفاوضات داخل الأسرة السعودية حول كيفية قضاء الإجازة. اهتمت الرؤية بموضوع الترفيه كجزء أساسي في توفير وعاء يساهم في خلق ثقافة جديدة لدى شباب هذا الوطن، واحتوائهم بالبرامج المفيدة والنشاطات التي تنمي لديهم الفكر والمهارة والاعتزاز بالوطن وبقيادات الوطن. ووفقا لطبيعة بلادنا الجغرافية ومكانتها الدينية، تبدو الخيارات متنوعة، وتعد الرحلات البحرية خيارا للمناطق المفتوحة على البحر، والرحلات البرية أيضا خيارا للمناطق الصحراوية، أما المناطق الجبلية فهي فرصة لهواة التسلق. طبعا نعرف أن الفعاليات هي أهم العوامل المحفزة في الحركة السياحية، لذلك أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتمامها بالفعاليات منذ نشأتها. السنة هذه الحمد لله الإجازة وجود أكثر من 40 مهرجان متنوع، إما تتكلم عن فعاليات ثقافية تراثية أو فعاليات رياضية أو فعاليات في البيئة مربوطة بالبيئة أو فعاليات زراعية أو فعاليات ترفيهية وتسويقية. وتعتبر إجازة منتصف العام من أكثر العطلات التي تجتمع فيها العائلات من مختلف المناطق، وذلك لأنها في فصل الشتاء، وهو من الأجواء المحببة لقضاء العطلات في مناطق المملكة ما بين العمرة في مكة وزيارة المدينة المنورة وغيرها من المناطق. والتزمت رؤية المملكة 2030 على إقامة أكثر من 450 نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي. الفعاليات جميعها تدرس قبل أو تعد لها خطة تنفيذية قبل كل فعالية من 6 شهور إلى 3 شهور، وتحسب لها كل فعالية مدروسة بالشرائح المستهدفة، أن تتكلم عن الأعمار أو فئات الشرائح. وبحلول عام 2030 التزمت الرؤية أن تسعى لتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم. وسينطلق البرنامج الوطني داعم الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية في الوطن. لقناة عين، أنس بن إبراهيم، الرياض.